وصل صوتك. المشروع حصل فيه تعطيل من بعد الثورة، وهذا كان بطبيعة الحال متوقع لأنه الوضع اللي كان يمر به البلاد من انفلات خلى المشروع يتعطل. نسبة تقدم المشروع في مرحلته الأولى كنا 25%، هذا نسبة تقدم المشروع في مرحلته الأولى اللي من المفروض قلنا يدخل في حيز الاستغلال في جويلية 2017. الحمد لله بتضافر جهود الناس الكل وصلنا توا معناها اليوم نسبة تقدم المشروع بنسبة 49%، يعني براتيكمون أنا دوبلي نسبة تقدم الأشغال. المشروع في مرحلته الأولى باش يمكن باش يهز 600,000 مواطن يوميا، هو ما يمثل 50% من عدد المواطنين اللي قاعدين يهزوا فيها في تونس الكبرى توا حاليا. بطبيعة الحال في المشروع هذا اخذنا معناها الكل ما هو مطلوب منا باش نقصوا اولا من كلفة التنقل على المواطنين في المشروع، معناها فما محطة تجميع في المشروع، معناها باش يكون فما ترابط بين لي ديفيرون مود دو ترونسبور، من حافلة من مترو من تاكسي جماعي من تاكسي فردي، وزاد كيف لي ريزو فيروفي رابيد. فما توحيد زاد كيف فيما يخص التيكي بنفس التذكرة، معناها المواطن ينجم يطلع في معناها وسائل النقل الكل. الإشكالية مستوى مدينة باردو شنو الحل اللي وصلت له؟ ماهوش باش نمشيو بالمقترح الأولاني، باش نمشيو بالمقترح الأولاني مع تحسينات كبيرة. فما معناها باش يقع تخصيص ميزانية لجمالية المدينة، زاد كيف كل ما هو مشاكل اللي حاليا موجودة اللي باساج نيفو اللي تخلق اكتظاظ تكون سبب في معناها حوادث على قدر هذايا باش يقع تفاديها، معناها باش تولي معناها فما سلاسة في تحرك المواطنين، في تحرك العربات، في تحرك وسائل النقل، كل ما هو جانب اللي يخص تحرك معناها الناس اللي هما كسوسوا معناها الناس الكبار في العمر ولا الناس اللي ما عندهم شي صعوبه في التحرك، معناها اي لي بريفي باش نحطوا ديزيسكالاتور، باش نحطوا ديزاسانسور على الباساج الفوق. زاد كيف لي باساج اللي تو قاعدين نشوفوهم، لي باساج على نيفو اللي بكل صراحه نقولوها منظر مش به. جبنا اخصائيين وجبنا معناها مكاتب دراسات اللي باش تعمل لنا حوايج اللي هما موجودين في احسن ما فما في العالم. هذا ما يتكلفش علينا معناها مقارنه بالزيادات الاخرى، معناها مش باش تكلف حاجه كبيره. الجوانب زاد كيف الامنيه، كل ما هو باساج سو تيرا اي لي بريفيو باش يكونوا دي سنتر كوميرسيو، دونك الجانب الامني باش يكون متوفر. معناها خذينا بعين الاعتبار كل مشاغل معناها البعض من المجتمع المدني، وغايتنا انه المشروع هذا يدخل في طور الاستغلال في اخر وقت، لانه احنا حاليا معناها نسبه شركات النقل توفر معناها تاخذ اون شارج حوالي 35% من الركاب. بالطريقه هذه راهو باش نزيدو نكثفوا من عدد المواطنين اللي باش نعطيكم مثال بسيط. حاليا باش تهبط من باردو لتونس تحب لك 45 دقيقه بالمشروع هذا في 7 دقائق، لانه نعرف المشروع هذا باش يغير وجه البلاد، باش يغير وجه تونس الكبرى، باش يغير معناها وجه النقل في تونس، يزينا من الاكتظاظ، يزينا من المشاكل نتاع التشكيات نتاع المواطنين نتاع كل نهار اللي قاعدين نعيشوا فيه. نحبوا نعيشوا نهار نلقاو المواطن وقت اللي يطلع وسيله النقل نحبوها تكون اختياريه لا افتراري. نهار اخر انا عندي كهرباء صحيح الجوده يعطيك صح، احنا بحاجه من هذه الجوده ان شاء الله باش نفرح. احنا قاعدين ندور في حلقه مفرغه نشريو في النيبيوس ونعمل مش هذا الحل. حل مشروع من هذا.